وعلى راديو بلاتينا في 98.9، وتتفاعلوا معنا أيضا عبر الرقم الهاتفي الموضوع لذمتكم 70 035 120. تحية الفريق التقني اللي أمنلكم السهرة هذه بامتياز، أقول بامتياز، سيف الدين بولعريس، أحمد المخلوف في سوسن، القفسي محمد عز المصباح، ومعتز كامل في تونس الكبرى. نذهب إلى فقرتنا، فقرة التفكير، فقرة الفكر في العيادة الفلسفية مع الباحثة الأستاذة المتميزة نجاة الضفاوي. الليلة موضوعنا هو العنف والطبيعة، وكنا المرة الفارطة قد تطرقنا إلى موضوع العنف والقوة، وميزنا العنف من القوة، العنف بما هو زيف وبما هو ابتذال للآخر وابتذال للذات، بما هو دمار وعدم يقابله القوة، وصارت ها هنا ضدا بمعنى الحقيقة، بمعنى تثمين الآخر، بمعنى تثمين الذات، بمعنى البقاء والوجود في إطار الهوية الإنسانية المركبة. الليلة العنف والطبيعة. شكرا أستاذ عبد المجيد. نواصل اهتمامنا بمسألة العنف، ونحن شئنا أم أبينا في زمن تتعدد فيه أشكال العنف وتتنوع. وكما قلت، بعد أن تحدثنا عن عنف الإنسان تجاه الإنسان، اليوم سنحاول البحث في مسألة عنف الإنسان تجاه الطبيعة، وهو كذلك. واخترت في هذا السياق أن أتابع تمشيا أكشف فيه عن مفهوم الطبيعة في الفكر الإغريقي القديم، نعم، ثم في لحظة ثانية كيف تم التفريط أو كيف تم التناسي في هذا المفهوم للطبيعة، وتصبح الحداثة معتنقة لتصور جديد للطبيعة هو التصور التقنوي. إذن نشير في البداية إلى أن الطبيعة في الفكر الإغريقي كانت تنظر إلى الحياة من جهة أنها قوة خفية وغريبة يمكن أن نلامسها في عناصر الطبيعة وسيرورتها. ذلك أن الطبيعة في هذا السياق تبرز بما هي الفضاء الذي يستوعب داخله قوة الحياة والكائنات الحية، أي أنها الفضاء المحافظ على استمرارية الحياة في مواجهة العدم. وهنا لو نعود إلى المدونة الأرسطية نلاحظ أن لفظ الطبيعة كما يقدمه أرسطو في معنى الفيزيس هو القوة الكامنة في الكائنات القادرة على النمو، كما يدل على القدرة الكامنة في داخل الفرد، وتدل أيضا على الكون المحيط بالإنسان. وفي هذا السياق يتشكل ما يعرف بالتصور الغائي الأحيائي للطبيعة. هذا التصور الغائي الأحيائي ينظر إلى كل ما في الطبيعة من ظواهر والكائنات باعتباره يتوجه نحو تحقيق غاية معينة هي كمال وجود الأشياء بالفعل. ففي هذه الغائية نجد إقرارا بأن لكل كائن غاية، وكل ما يفعله إنما هو من أجل غاية. فالطبيعة إذن بهذا المعنى تكون هي موطن الحياة وموطن الكائن الحي، أي أننا هنا نتحدث عن علاقة حميمة أو حتى علاقة احتضانية بين الطبيعة والكائنات الحية وخاصة الإنسان، من جهة أنه مركز الطبيعة، من جهة أنه مركز الطبيعة، الكائن الحي بما هو جزء من الطبيعة مكون من مكوناتها. الكائن الحي ليس جزء بسيط، بل هو أساس الطبيعة وأساس الحياة وأساس الوجود، على اعتبار أن الوجود هو نقيض العدم. فإما أن نوجد ونوجد في علاقة انسجام مع الطبيعة وفي علاقة توافق مع الطبيعة تسمح لنا بأن نكون في علاقة قوامها الحب والاحترام والاحتضان، أي أننا هنا نتحدث عن علاقة داخلها تلتئم، داخلها يلتئم نوع من البعد الروحي أو البعد الحنيني
أو البعد الوجداني للإنسان مع الطبيعة. ففي هذا السياق لا حديث عن عنف للإنسان تجاه الطبيعة، بل هي محاولة فهم من أجل إثبات كينونتنا باعتبارنا كائنة حية، وكل الكائنات الحية ليس الإنسان فقط، فكل الكائنات الحية هذه تمكنها الطبيعة من فرصة أو من إمكانية الوجود وبشكل كما قلنا منسجم مع الطبيعة. فلا عداء في هذه العلاقة. فيما بعد، وهذا التصنيف الذي كنا نتحدث عنه يصنف على أنه هذا الفهم الفلسفي للطبيعة، وهو فهم يعتبر أن الطبيعة كائن حي لابد أن يحظى بالحماية وحتى بالتقديس. وكما قلنا في هذه العلاقة ينتفي العنف. مع تطورات الحياة ومع تطورات الفكر ومع محاولة الفكر في تحديث مناهجه ومعارفه، نصبح نتحدث عن تصور جديد أو فهم جديد للطبيعة، هو الفهم العلمي. وهذا الفهم العلمي بمعنى البحث في قانون الطبيعة وأسرارها، يقال إننا العلم يعني يبحث في الطبيعة ويبحث في الكون من أجل أن يقدر الإنسان على التحكم فيه والتفاعل معه. ومشكلتنا في هذا التحكم، هذا التحكم كيف الذي انطلق مع ديكارت. نعم، مع ديكارت الانسجام مع الطبيعة والتوافق معها يكون بالسيادة عليها وامتلاكها والتحكم فيها. جميل. هذه السيادة وهذا التحكم هو الذي تبنته التقنية أو العقل التقني وحولته إلى نوع من الاستغلال والهيمنة ينزع إلى العنف ربما. وفي هذا الاستغلال والهيمنة بطبيعة الحال ميل ونزوع إلى العنف. فمثلا التلوث الذي نعيشه اليوم، مشكلة طبقة الأوزون التي نعيشها اليوم، مشكلة نهاية أو اندثار بعض الكائنات الحية التي نعيشها اليوم، انقراضات عديدة يعني في الكائنات الحية سواء من النبات أو من الحيوان، الانقراض الذي يصيب الكائنات الحية، هذا كله في الحقيقة نتيجة لهذا التحكم. فالعقلانية التكنولوجية السائدة اليوم في علاقتها بالطبيعة تهدف أساساً أو هي أساساً تحول العقل إلى مجرد أداة أو ما يسمى بأداة العقل، وتراهن على النجاعة، وتجعل من التقنية وسيلة أو جملة أدوات تهدف إلى التحكم. وهنا من حيث الألفاظ، عندما نعود إلى اللفظ تكني كما هو في اللغة اللاتينية القديمة وكما استعمله الإغريق القدامى، تيكني تعني المهارة أو الفن. وهذه المهارة أو الفن هي التي بواسطتها يقوم الإنسان بصناعة جملة من الآلات تمكنه من أن يستثمر الطبيعة بتدخل مبرر، بتدخل مبرر ينسجم مع غاية الحياة، مع غاية الحياة. لكن ومن منطلق المجتمع الاستهلاكي أصبح هنالك نوع من الإفراط في استثمار الطبيعة، وهذا الإفراط لصالح ما هو اقتصادي، ولكنه يمس لعله يمس بالجمال، بمعطى الجمال في الطبيعة، بمعطى الجمال في الكون. وهنا أستاذ نجاة يصبح تدخل هذا ضرب من التدخل غير المبرر، هذا التدخل الغير مبرر أو هذا التدخل المسكون بمنطق العنف. نعم، هو الذي يجعلنا نحول الطبيعة إلى مجرد موطن للاستثمار ونبالغ في استغلال ثروات الطبيعة. وهذه المبالغة في استغلال ثروات الطبيعة
بهدفي التحصيل الاقتصادي إن صحت العبارة يجعلنا نشهد التغير في القيم. بعد أن كنا نتحدث ونؤسس لقيم إنسانية سامية، أصبحنا نتحدث ونؤسس لقيم استعمالية استهلاكية، السوق، التجارة، رأس المال، المردودية، الربح، النجاعة، وهي كلها قيم تستنزف الطبيعة وأحيانا تتغلب أو تسعى إلى أن تتغلب على الحياة وعلى الكائن الحي داخل الطبيعة. والإنسان ها هنا يصبح متغلبا على نفسه، والإنسان ها هنا يعيش وفق عبارة هوركهايمر وضعية كسوف العقل. كسوف العقل تماما، كأننا نغيب العقل. نعم نعم شربه بقى. نعم كيفاش تغيب العقل بعد يتهدد في القوت نصبح يعني مهدد ضيع قوة العقل. العقل يصبح الشعار الذي رفعته مدرسة فرانكفورت كما تعرفون أديو لاريزون، إذن وداعا أيها العقل، وداعا أيها العقل، لأن العقل الأداتي العقل التقني سيقول وداعا لكل ما هو قيم سامية، سواء في علاقة الإنسان بالإنسان أو في علاقة الإنسان بالطبيعة. نعم. ولذلك تصبح وضعية الإنسان وضعية التشيئة، وضعية الأداتية، وضعية الاستهلاك اللامبرر وغير المرشد إن صحت العبارة. نعم. دونك هذا ما هي نتيجته حتى لا نطيل، نتيجته فراغ قيمي. نعم. يصبح حالنا ونحن الآن نعيشه حال الفراغ القيمي، هو العنف ضد الطبيعة، وهذا الفراغ القيمي هو أبرز عنف يسلط على الإنسان وعلى الطبيعة معا. جميل. وهنا تتقدم الفلسفة. شكرا. كمعالجة لهذا المشكل. شكرا لك، يعني أنت توقظين فينا نبضا يعني توقظين فينا نبضا إزاء الطبيعة، إزاء الحياة، إزاء الجمال، يعني هذه الغفلة، هذه الغفلة عما يفعل الإنسان بالطبيعة، هذه الغفلة عن هذا الفعل غير المبرر غير المنسجم مع مبدأ الحياة في نظام الطبيعة ومنظومة الكون. حتى أن بعض الفلاسفة مثل هانس جوناس مثلا يتحدث عن مسؤولية الإنسان أمام كل الكائنات الحية ليس أمام الإنسان فقط. نعم. ومسؤولية العقل أيضا، يعني مسؤولية العقل الإنساني أمام كل الكائنات الحية من جهة أنها كائنات تستحق أن تحيا ولا بد أن تحيا. نعم. أو العدم في المقابل العدم. شكرا شكرا، ما زلت يعني حاب نكمل حويجة لهنا فيما يتعلق بتصور آخر بالإضافة إلى هانس جوناس، هو تصور ميشيل سير، وهو تصور بالفعل متميز. يتحدث ميشيل سير أو هو يكتب كتابا تحت عنوان العقد الطبيعي. يقول بعد العقد الاجتماعي الذي أقامه روسو والذي ينظم علاقة قانونية بين المواطنين وبين المواطنين والدولة، نحن نحتاج إلى عقد اجتماعي ينظم عقد طبيعي ينظم العلاقة بين الإنسان والطبيعة. لابد، يقول لابد من صياغة نصوص قانونية دستورية، نصوص قانونية دستورية تلزمنا قانونا بأن نحترم الطبيعة والكائن الحي. جميل. وهذا الالتزام لابد أن يكون مراهن على حماية الطبيعة وعدم المبالغة في استخدام ثرواتها، لأن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعارض مع حقوق الطبيعة. تماما تماما، يعني في إطار التفكير الأخلاقي حتى، وهذا ما سيؤدي بميشيل سير ولوك فيري وهانس جوناس وكثير منهم من الفلاسفة، يعني إلى الحديث عن إيتيقة جديدة. نعم. هي إيتيقة البيئة، إيتيقة في إطار علم الإيكولوجيا. نعم. إيتيقة البيئة هي التي تستيقظنا في كل مرة
على أنه ليس ثمة كائن حي واحد هو الإنسان، وإنما ثمة كائنات حية أخرى لا تستقيم حياة الإنسان إلا بضمان حياة هذه الكائنات. نعم، شكرا جزيلا أستاذة نجاة، رائع جدا يعني هذه الفسحة الفكرية، ومعز كان يتفاعل معك وقال له بعض الأسئلة ربما سنطرحها فيما بعد في الكواليس. مستمعينا الكرام يعني بلغنا بلغنا مستمعينا الكرام نهاية الفقرة الثانية وهي فقرة العيادة الفلسفية. ما زلنا في الاستوديو، إذن فاصل موسيقي قصير جدا ثم نذهب إلى الفقرة الثالثة مع نجاح الرمضاني ورجاء الطاسي. نعم